حقيقي بكتب لك وأنا قلبي بيتألم. أنا عروسة بقالي سنة، حصلت حاجة مؤلمة قوي يوم فرحي. بابا مات في قاعة الفرح، وقع من طوله يا محمد. أول ما شافني داخل القاعة وإيدي في إيد جوزي، شفته بيتألم وبيعيط قوي، وفجأة وقع على الأرض وكله تلم حواليه. ملحقناهوش طبعا، كان مات. ما استحملش يشوفني وأنا ببعد عنه. ماما قالت إنه قبل الفرح قال لها أنا مش عارف هرجع البيت إزاي وبنتي مش فيه. بابا مات لأنه ما قدرش على بعد يا محمد. نفسي تقول للناس كلها الأب بيحب ولده إزاي، وإنه ممكن يموت لو ما كانوش في حضن. الأب مات لأنه ما قدرش يستحمل فكرة الفراق، وده يخليني أقول للراجل كلمتين قبل ما أتكلم عن دور الأب في الحياة. عارفين لو الراجل اللي بيدخل البيت علشان يقعد مع أبو البنت ويطلبها منه يفهم هو هياخد منه إيه؟ هياخد حتة منه، هياخد منه روحه حرفيا، هياخد حياته 20 ولا 30 سنة ذكريات، هياخد منه قلبه اللي بتهون عليه، هياخد منه الحضن والطبطبة والدلع، هياخد منه سنين وسنين من حياته محفورة جواه ومقفول عليها بالشمع الأحمر. لو رجالة تفهم هيعرفوا ان البنت في بيت ابوها كانت ملكة، شبعان حنية قبل الأكل، وشبعان حضن قبل الشرب، وشبعان حب قبل اللبس، وشبعان تربية قبل أي حاجة تاني. لو فهموا ده هيحطوا بنات الناس في عينيهم، هيعرفوا ان ابوها كان ممكن يديها 1,000,000 ضعف حبه ليها، وانه لازم يجتهد ويتعب ويعمل كل اللي يقدر عليه علشان بس يحسسها نص اللي كانت هتحسه مع ابوها. حب الاب مش مشروط ولا له اي اغراض، حب عذري ابوي حقيقي، وان الزوج لازم يكون قد المسؤوليه دي، وانه لازم يعرف انه خد روح البيت ونبضه. الاب مش مجرد نسب ولا اسم في البطاقه، الاب سند، حاجز من حديد بيحجب عنك كل الشر، مظلة بتستخبى تحتها من كل شيء عايز يأذيك. وزي ما كنت بتشعلق في ايده وانت صغير هتفضل متشعلق فيه، وفي حضنه مهما كبرت وبقيت اطول منه هيفضل هو خط دفاعك الاول في الحياة. هيفضل مهموم بيك وبمشاكلك وبحياتك، هتفضل في نظره الطفل الصغير المسؤول منه، هيفديك بروحه وبعمره، هيعيش حياته كلها علشانك، شاغل باله بيك وهيب عرقه في خدمتك وراحة باله لما تكون انت مرتاح، هي على نفسه وعلى صحته وهيكمل علشانك، حتى لو كان موجوع، حتى لو كانت رجله رفضة تشيله ورعشة ايده بتقوله اقعد كفاية، هيفضل مكمل علشانك وعلشان بس عياله يحسوا بأمان. الأب ظهرك وقوتك، لما كان بيقولك وانت صغير لما تشبع يبقى أنا شبعت، ما كانش بيجامل ولا بيقول أي كلام. كل اللي انت فيه النهاردة هو دفع ثمنه بالغالي قوي زمان. اللعبة اللي انت لعبت بيها في طفولتك، المدرسة اللي دخلتها، القميص الجديد اللي اشتريته، شهادتك اللي معلقها على الحيطة، طولك المصلوب وحياتك الدافية، كل ده كان ثمنه عمر ابوك اللي اندفع علشان انت تعيش. في عز نجاحاتك ولحظات انتصارك ما كنتش بتعرف ايه اللي بيدور في الكواليس. لما كان ابوك بيقفل عليه باب اوضته اخر اليوم ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل جوه من حسابات ووجع وتفكير وقله نوم علشان حياتك تمشي زي ما انت عايز. فلو انت لسه ابوك عايش اعرف انك مستخبي ورا جبل، علشان لو الجبل ده اتهد والله هتتعب جدا من بعده. استنونا.